شمس الشموس هيك يلا بنا نملا ونحلي لبان الجابوس. منذ ربع قرن وأكثر بدأت قصة هذا الشاب الثلاثيني مع مهنته التي صارت طريق حياته حتى نهاية المطاف. إنها مهنة عامل اليومية التي يعمل بها أكثر من 5 ملايين مصري بحسب جهاز الإحصاء المصري مطلع هذا العام، والذين يشكلون نحو 20% من إجمالي عدد المشتغلين بالدولة. تعلمنا واحنا عندنا 6 سنين والحمد لله عندنا 33 سنة، بقالنا 18 سنة في المهنة الحمد لله. أضرارها طبعا أضرارها كتير، وصحانا برضو بنصحى من الفجر نقوم نشوف العمالة ونجري ورا ده ورا ده شمال ويمين. السالة الواحد لو تعب من على السالة ولا حاجة ما بيقدرش طبعا يشتغل تاني يوم. معانا واحد زميلنا وقع من على السالة الله يرحمه، بس وما فيش معون غير ربنا طبعا معاه، ومين لا يصرف مين هيعمل؟ ما فيش، هو الواحد ما كانش يشتغل مش هيلاقي. مصير مؤلم ينتظره حسن وأبناء دربه في حالة إصابة العمل أو حدوث ركود في السوق، فقوت يوم هؤلاء لا يعرف التوفير. يوميات العامل 130 جنيه، بياكل بيهم ويشرب بيهم مصاريف العيال ومدارس. لو قعد يومين ثلاثة مش هيصرف منين ولا هيجيب منين. والصنايعي كذلك برضه يوميته 150 جنيه، هيعمل إيه؟ لو قعد يومين ثلاثة برضك الصرف ما فيش ما بيليش. قرار الرئيس السيسي مطلع هذا الشهر عمل قانون تأمين لهؤلاء كان بمثابة طوق نجاة لهم، خاصة أنهم بلا مستقبل آمن. سيادة الرئيس السيسي لما عملنا قانون زي ده يعني ربنا يكرمه، يعني هيوفر على العمالة كتير كلها طبعا، والصناعية طبعا هيبقى في تقدم إن شاء الله، وربنا يبارك لنا يا رب. استجابة فورية من شركة مصر القابضة للتأمين التي أعلنت قرار الرئيس إطلاق وثيقة بقسط شهري لا يتجاوز 4 جنيهات لتكون البداية في تصحيح مسار فئة تبحث عن من يحن عليها.